تتواصل في القاهرة مفاوضات الهدنة بقطاع غزة، وذلك بهدف التوصل لوقف لإطلاق النار قبل حلول شهر رمضان. في الأثناء أعلنت حركة حماس أنها ستواصل التفاوض عبر وسطاء للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وأوضحت حماس أنها أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على غزة، متهمة سلطات الاحتلال بالتهرب من استحقاقات الاتفاق الجاري التفاوض عليه، خاصة ما يتعلق بالوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات أهالي القطاع.